العنزي. الرحيم أيها الإخوة المتابعون، متواصلين في هذا النقل الحي والمباشر من هنا من ميدان التحدي في لقاء أبناء الخليج في هذا اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2013 في فترتنا الصباحية مع أشواطنا العامة مع هذه السبق المعروفات التي شاركت في هذا اليوم اللقايا التي تندفع مع شعارات أبناء القبائل من أبناء الشحني وضيوف الميدان. البداية في هذه اللحظة مع شوط الختام، هذه نوف، نوف على المركز الأول ويا أهل الخير والمعروف، سلموني على الغالي اسمها من ثلاث حروف، الله 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 الله. ناصر بن محمد بن زايد المنصوري على المقدمة، ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من المنطقة الغربية الجذابة على المركز الثاني، ماجد بن محمد بن حلفان المري مع المركز الثاني، وتليها فزاعة محمد بن راشد بن محمد آل عذبة المري على المركز الثالث، غيرت بدورها إلى المركز الثاني. المركز الرابع تحمل الرقم 5 شواهين عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين مع المركز الرابع، والمركز الخامس ريانة علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية. هذه المراكز الخمسة الأولى المندفعة والمنطلقة، هذه المراكز الخمسة الأولى وهذه الأسماء المندفعة في هذا الشوط. إذن لازالت الأمور مع شوط الختام والتوقيت الذي سجل حتى هذه اللحظة كأفضل توقيت بنشوفه على شاشة الريان، مخرجنا العزيز بيقدم لنا التوقيت الأفضل لجيل اليوم، التوقيت الأفضل 7:42 24 جزء من الثانية. تابعوا يا من تتابعون الريان، هذا هو التوقيت الأفضل. بكرة المنصوري شديدة، حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري 7:42 24 جزء من الثانية كأفضل توقيت سجل حتى هذه اللحظة. يا ترى الله أعلم هل بينكسر توقيتها ولا بيبقى التوقيت عندها اليوم، بنعلن عند خط النهاية. شوف نشوف، هذه نوف على مقدمة الشوط، نوف 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 نوف، ناصر بن محمد بن زايد المنصوري، بحط ترشيحي على نوف، انا بحط ترشيحي على نوف، والتوفيق عند الله، بحط ترشيحي يا ابو زايد عندها. هذه نوف على مقدمة الشوط وناصر بن محمد بن زايد المنصوري مع مقدمة الشوط. المركز الثاني هذه الجذابة ماجد بن محمد بن حلفان المري مع المركز الثاني، ووصل الشعار البرنس على المركز الثالث، المركز الثالث الجساسية، والله خطيرة علينا يا أبو زايد، هذه خطيرة، هذه الجساسية جار الله بن محمد بن عقيل المري، هذا الشعار اللي ما يوضع إلا على سبوك، شعار جار الله بن محمد بن عقيل هذا، يا ما خاض ويا ما سجل مع الرموز وسجل اسمه في منصات التتويج مع الرموز مع السيوف مع الأشواط الرئيسية، الله يعين. هذه الجساسية اللي بالمركز الثاني، جار الله بن محمد بن عقيل المري، والمركز الثالث يا سلوم، وصل الشهواني، وصل الخطر كله مع الشهواني، مع الشهواني اللي وصل بالمركز الثالث، والله الخطورة وصلت،
والله الخطورة وصلت يا أبو زايد. المركز الثالث هذه الجازي مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، سجل نقطة قبل لحظات، هذا هو الشهواني. والمركز الرابع الجذابة ماجد بن محمد بن حلفان المري، والمركز الخامس تحمل الرقم 5 شواهين عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير يا محمود، الكيلومتر الأخير، وهنا الجساسية تسللت لوحة الكيلومتر الثقيل، الثقيل كيلو الامتحان كما أطلق عليه زملاء المعلقين، كيلو الامتحان، كيلو الشجاعة، كيلو الصراع، كيلو الإبداع، كيلو المتعة، كيلو كيلو، الله 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 الله، صالة المغادرين، يا ما سمي هذا الكيلو لثقله على المضمرين. نوف 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 على الصدارة ويا أهل الخير والمعروف. نوف 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 ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، يا سلام، باي باي الجساسية، الجساسية، الجساسية. قلت لكم البرنس، البرنس خطير، البرنس خطير. اللحظات الأخيرة، أبو زايد من الجانب الآخر، حرك الحديدة شوي، حركها شوي، الله الجساسية. جار الله بن محمد بن عقيل مع المقدمة، شعار البرنس دائما يتلألأ في سماء الناموس دائما. سجل هذا الاسم بحروف من ذهب مع الأشواط الرئيسية، مع الأشواط الرئيسية. تهانينا، تهانينا من هذه اللحظة، أزفها للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. وأسعد الله صباحكم يا العقيل، أسعد الله صباحكم على هذا الفوز المميز وعلى فوز الجساسية بالمركز الأول والمركز الثاني ترشيحي. اليوم أنا معلق على الثاني، نوف لناصر بن محمد بن زايد المنصوري بالمركز الثاني. المركز الثالث الجازي مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الرابع أم الصيفي حمد بن راشد بن عبيد المري، والمركز الخامس تحمل الرقم 5 شواهين عبد الهادي بن سيف بن فهد آل سيف الخيارين. أيها الإخوة المتابعون، هذه الأسماء على حضراتكم، المراكز الخمسة الفائزة. وفاز بن عقيل بهذا الشوط. هذه الجساسية لحظة وصولها إلى خط النهاية، 7:45، 9 أجزاء من الثانية توقيت الجساسية. جار الله بن محمد بن عقيل المري، أهنيك الناموس يا البرنس. والتوقيت لازال عند بكرة المنصوري، يعني قفلت على التيم اليوم. المركز الثاني هذه نوف، 7:47 جزءا واحدا من الثانية التوقيت الذي سجل مع نوف صاحبة المركز الثاني. ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، تهانينا والناموس. المركز الثالث هذه الجازي مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، توقيتها الزمني 7:49 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها، والتوقيت لازال مع صاحبة التوقيت الأفضل. شديدة ملكيتها تعود لحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري صاحبة الشوط الخامس.